أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. مظبوط بتاعنا مرة أبدا ما راح أضرب على القطعة مالي أنا وفعل فيك طول بالك خرب بيته من حاله قولي اني شنوك من بين عيونك عرفت لي النفس شيتي خرب بيتك اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة ما في حدا بتطلع عمر يطير يطير قولي ايش في؟ ايش بكون؟ ايش بك مالك شايف الحراس اللي واقفين تحت؟ انا برايي نرجع نطلع لا ما رح نرجع رح نروح من ايدين نحن اكثر منهم جاهزين عند العتلتات بتهجموا يا قاتل يا مقتول واحد اثنين ثلاثه هجوم And his name is John C. طب بدي اسرع القصه برا يلا يلا جايك 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 انا بدي على حتى هون ونختفى الباب مفتوح وينك شرشبيل شي والله من غريب ليش رايحين تركين باب البيت مفتوح نعمش لأن بدوي عليهم بباقي الغرف مين هاي العصابة اللي هون هدول شكلهم يا مخطوفين يا اما حدا هجم عليهم على البيت اني ارجع على البيت اني ارجع ابني لهون برجع محل ما جيت ولا ما بصي اتركهم لازم اخلصهم يا والله قولي هدول مربطين هون معناها شكل هاي العصابة أكثر من واحد لا
أنا خليني أرجع لبيتي، يدخلني بلاصتك كلياتها. لا ابني مام، صار لازم نرجع لأيام الشقاوي. واحد اثنين ثلاثة. عبدة والبطيخ. منين هالصوت هاد؟ منين هالصوت؟ جدي 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 جدي، بس بس تخبى هنا برا، تخبى. سد بوزك انت، لا تخاف، انا راح اتصرف الموضوع. يس تسلم ايدك. ما يشوفه؟ شحطه صار دور الثاني. خرب بيته قد الكديش، يخرب بيته من حاله، كسر لي ظهري، يخرب بيتهم من حالهم. شلون يعطينا هي؟ اسحبها، يلا اسحبها اسحبها. خدوج بدون ما تطلعي صوت، اسحبي ورقدي يلا. ولك شرشبيل، انت ما حدا بقدر عليكي، عصابي قدروا يربطوكي يا هالمشو. ومك هلا انت فكني مو ضروري تتباجى، وقت ما باجعتك هلا خلصنا معه. فكيتها شيليها قومي اهربي. فرجت شكله في حدا برا كمان، ما رح نقدر نطلع برا. ها نحن أربعة وهن اثنين، منقدر عليهم، منتم عليهم حتى نضربشهم. جهزوا حالكم نهجم فرد هجبة مع بعض. واحد اثنين. يلا بما انه ما في حدا بالبيت، الكل لبرا لبرا. اطلعي. ابو عبادة مجودة وينهم؟ ما بعرف، انا من اول ما رجعت ما شفتهم. ولك يلا الله خلينا نفوت بليشنا بعدين بندور عليهم. انا طالع. ولك يلا خدوج يلا يلا يا حظك، بس انا اجيب شنطتي انا وامك.